السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مستني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا نموذج المتعدد تخصصات الصف الثاني الاعدادي، نموذج رقم واحد، وان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هننزل نماذج تانية. نموذج مهم، تابعوه لآخر سؤال فيه، يا رب ان شاء الله ما يخرجش منه الامتحان. وبالنسبة للنماذج ديت وكل المراجعات الخاصة بالصف الثاني الاعدادي، ليها لينك او قائمة فيديوهات، هيظهر لكم اللينك دلوقتي في اعلى الشاشة، كمان هنسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. لو انتوا اول مره تشوفونا، يا ريت تشتركوا معانا في القناه، تفعلوا زر الجرس، ما تنسوناش طبعا من الاعجاب للفيديو. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. من موضوع اختراعات عربيه، العرب صنعوا الحضاره، هذه حقيقه يؤكدها التاريخ. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين، جمع حقيقه حقوق حقائق حقائب حقول حقائق. بدأ العرب نهضة علمية من القرن النقط الهجري الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الثاني. صاحب كتاب الحاوي عباس بن فرناس ابن سينا ولا الرازي؟ أبو بكر الرازي. حارب الجيش المصري في فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود المغول ولا الروس؟ اليهود. أهم مشروع نفذته ثورة 23 يوليو هو قناة السويس ولا السد العالي؟ مكتبة الإسكندرية، طبعا السد العالي. كم عالم متواضع؟ كم في هذه الجملة، خبرية ولا استفهامية؟ خبرية. دحرجة فعل رباعي مجرد ولا مزيد؟ مجرد. الكسر هو فعل مزيد بحرف بحرفين ولا بثلاثة أحرف؟ بحرفين. عيد الجلاء كان يوم نقط يونيو 18 19 20، احتفال بعيد الجلاء طبعا يوم 18 يونيو، طبعا بنحتفل بجلاء القوات البريطانية عن مصر. هجم على حامية الفلوجة جيش اليهود وكان عدده نقط، زودوا بأحدث الأسلحة مع الدبابات والطائرات، 1000 ولا 10,000 ولا 11,000 ولا 20,000؟ 11,000. ده كده الجزء الخاص باللغة العربية. ثانيا اللغة الإنجليزية. علي often wears shirts not with thick lines wooden interesting ولا striped مخطط يعني. I don't pay for that book it's busy free bad ولا sorry free، يعني انا ما بدفعش نقود في شراء الكتاب ده. carpenters always use scissors knives tools ولا spoons، طبعا بيستخدموا الكاربنترز النجارين tools ادوات. an is an object that is used for playing music tool machine material ولا instrument، طبعا instrument هي الأدوات الموسيقية أو الآلات الموسيقية تستخدم في لعب الموسيقى. The museum is full of not and many other historic objects theater statues stadium ولا castles statues تماثيل. المتحف طبعا بيبقى مليء بالتماثيل والحاجات التاريخية التانية. There is a great not from the top of the tower، يعني review ولا watch ولا view ولا view view، يعني في منظر أو منظر جمالي عظيم من أعلى إيه البرج أو رؤية جميلة يعني. خلاص ده الجزء الخاص باللغة الإنجليزية. طيب ثالثا الدراسات الاجتماعية، تنتشر المصايد البحيرية بالوطن العربي في الجزائر مصر الصومال. البحيرية في مصر طبعا عندنا البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر. تربى الأبقار والأغنام على نقط، الحشائش المعتدلة، الحشائش الحارة، النباتات الصحراوية، الحشائش الحارة. يمتلك الوطن العربي نحو نقط في المية من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، 40%، 50%، 60%، 40%.
استطاع نقط التصدي للحملة الصليبية الثانية شاور عماد الدين زنكي نور الدين محمود نور الدين محمود. ظهر المماليك في عصر الدولة الفاطمية الأيوبية الطولونية الأيوبية. أنشأ أول أسطول إسلامي في عهد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ده كده الجزء الخاص بالدراسات الاجتماعية. طيب الرياضيات، إذا كان س تكعيب زائد 8 بيساوي س زائد 2 س تربيع زائد أ زائد 4، فإن أ بيساوي 2 س سالب 2 س ولا 4 س؟ بعد طبعا إجراء العملية الحسابية هيبقى الإجابة سالب 2 س. إذا كان س تكعيب ناقص ص تكعيب بيساوي 14 وسين تربيع زائد سين صاد زائد صاد تربيع بيساوي 7، فإن سين ناقص صاد بيساوي 2 7 14 سالب 2. طبعا بعد ما تعملوا العملية الحسابية هتبقى الإجابة 2. العدد الحقيقي الموجب الذي إذا أضيف إلى ربعه فإن الناتج 5، فإن الناتج هيبقى 5، هو 1 2 3 ولا 4 4؟ مجموع حل المعادلة س تربيع بيساوي 8 س هو 0 ولا 4 ولا 0 و4 ولا 8؟ الإجابة هتبقى 0 و4. إذا كان 4 أس س زائد 2 بيساوي 1، فإن س بيساوي 1 2 سالب 2 ولا 0 سالب 2؟ إذا كان 2 أس ن بيساوي 8، فإن ن بيساوي 0 1 2 3 3. بعد طبعا إجراء العمليات دي هتتضح إن إيه الإجابة هتبقى 3. تكون المعادلة 2 أس س ناقص 3 بيساوي 5 أس س ناقص 3 صحيحة إذا كانت س بتساوي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ برضو 3. ده كده الجزء الخاص بالرياضيات. طيب آخر جزء معانا هنا العلوم، يتناسب نقط طرديا مع تردده الضوء الصوت الدرجة الصوت. تميز أذن الإنسان الصوت الذي تردده 50 كيلو هرتز 30 كيلو هرتز 300 هرتز ولا 5 هرتز 300 هرتز. يعتبر مقياس الديسيبل يعبر مقياس الديسيبل عن نقط الصوت، شدة الصوت درجة الصوت نوع الصوت ولا مستوى شدته؟ مستوى شدته. صوت نقط منخفض الدرجة ومرتفع الشدة، المرأة، الأسد، العصفور. لا يوجد إجابة صحيحة، الأسد. الصوت الصادر عن اهتزاز وتر طوله 20 سنتي يكون نقط من الصوت الصادر عن اهتزاز وتر طوله 80 سنتي، أغلظ أحد أقوى ولا أضعف أحد؟ ده كده كان النموذج بتاعنا النهاردة صف الثاني إعدادي. زي ما قلنا استنوا مننا نماذج تانية إن شاء الله الفترة الجاية، هيبقى ليها قائمة فيديوهات أو ليها قائمة فيديوهات فعلا خاصة بالصف الثاني. هنسيب لكم زي ما قلنا اللينك بتاع في صندوق الوصف. الناس برضو اللي بتطلب في التعليقات الحاجات دي عايزينها ورقي برضو موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، وهنسيب لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو افادكم في حاجة، وياريت انكم تعملوا لنا اعجاب على الفيديو وتشاروه بين زملائكم عشان كل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.